جهود ومساهمات في بناء الوطن من خلال الوفاء. Aujourd'hui, nous savons que le monde est en panne de إن رعاية السيد الرئيس لهذا الحدث تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر للدبلوماسية الروحية كمقاربة فريدة تساهم في تعزيز السلم والاستقرار في قارتنا الإفريقية. هناك سمة أخرى في تميز العلاقات الجزائرية الإفريقية، أنها تحررية وذات طابع إنساني وديني منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم، كما أن الثورة التحريرية ودولة الاستقلال جددت هذه المصاهرة الرمزية والتاريخية والنسبية والاقتصادية مع إفريقيا وبالخصوص الغرب الإفريقي. هذا يدل على تأثير الزاوية، يدل على أنه هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله هناك توصيات ستكون مهمة جدا. طبعا خلال هذا المؤتمر كان هناك ورشتين مهمتين تتجاوز الإطار النظري، هناك الورشة الأولى حول مفاهيم التصوف ومقاربتها المختلفة، والورشة الثانية حول كيف نحول الطرق السلفية إلى أداة لحلحلة الأزمات، وهذا شيء مهم حقيقة لفلحت فيه إدارة هذا الملتقى.